السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أخواتي الكريمات، مرحبا بكم في قناة مطبخ داري. اليوم إن شاء الله غادي نقدم لكم أملو باللوز أو زبدة اللوز، كتجي رائعة سهلة في التحضير، تحضروها الأطفال ديالكم يعني في اللمجة أو فطور الصباح، صحية 100%، كتعرفوا شنو كتعطيو للوليدات ديالكم. الى عجبتكم الوصفة ما تنساوش انكم تابوناو في لاشين باش تصلوا بجديد الوصفات، كذلك ما تنساوش انكم تدعموني باللايك ديالكم وتبارطاجيو الفيديو مع العائلة والاصدقاء ديالكم. فعلى بركة الله عندي هنايا 500 غرام من اللوز البلدي، ممكن انكم تستعملوا يعني اي لوز عندكم اللي حمصتو، دخلتو تقريبا واحد الخمسة ما بين 5 حتى 10 ديال الدقائق في الفرن تتحمص. دابا كنجبد يعني فاش كطحنوا العطريه وفاش كطحنوا اللوز، كنوضع نصف الكميه من بعد ما طحنتو. انا هنايا درت ملعقه من زيت الزيتون، ممكن انكم ديروا زيت ارغان او اي زيت عندكم. دابا كنبدا نخلط على هذا الشكل هذا حتى كنمزج يعني الخليط الاول مع الخليط الثاني. على هذا الشكل هذا كما كتلاحظوا كيجي بكميه كبيره. اخواتي فهذا هو الشكل النهائي ديال زبده اللوز من بعد ما وجدات، كتوضعوها هكا في شي جبانيه هكا اللي كتكون كتشد كما كتلاحظوا معايا، او قرعه ديال الزاج. هنايا وضعت لكم باش تشوفوه مع المسمن او الملوي، كيجي صراحه رائع هكا ترفقوا به يعني الملاوي ديالكم او الطوست ديالكم او الحرشه، يعني اي حاجه ممكن انكم تاكلوها كترفقوها مع يعني هاد الزبده هذه.
كتجي بنينه. نتمنى ان الوصفه ديال اليوم تجربوها وتنال الاعجاب ديالكم. ما تنساوش انكم تابوناو في لاشين باش توصلوا بجديد الوصفات، كذلك ما تنساوش انكم تدعموني باللايك ديالكم وتبارطاجيو الفيديو مع العائله والاصدقاء ديالكم. نهايه الوصفه، دمتم في رعايه الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.